اجتماع أول للمكتب التنفيذي بحضرموت ساحلاً ووادياً بالمكلا، غلب عليه التعارف ومناقشة مشاكل وصعوبات بعض المكاتب الخدمية دون الإفصاح عن أي معالجات في ملف الخدمات. نبدأ نشرتنا بمحورنا لهذا اليوم، الاجتماع الأول لتنفيذي حضرموت. أهلا بكم. ترأس محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بالمحافظة ساحلا وواديا لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة. وخلال الاجتماع الذي غاب عنه وكيل وادي حضرموت، أكد المحافظ بن ماضي أن قيادة السلطة المحلية حرصت على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمدراء المكاتب التنفيذية بالساحل والوادي للتأكيد وحدة حضرموت وتنفيذ برنامج العمل، وفي مقدمتها العمل بروح الفريق الواحد وردم الهوة وتحقيق التقارب، مشددا على الانضباط والالتزام الوظيفي لجميع قيادات الإدارات الحكومية والعمل وفق النظام والقانون، قائلا: سأكون قبلكم ملتزما بالدوام اليومي وبالنظام والقانون، وعلى الجميع جعل المواطن في أولوية مهامه والعمل على خدمة وتسهيل معاملاتهم وتجسيد مبدأ الشفافية. هذا واستعرض مدير مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الوادي والساحل خلال الاجتماع نشاط مكاتبهم والصعوبات التي تعترض سير عملها. وعلى هامش اجتماع المكتب التنفيذي بحضرموت، قال محافظ حضرموت أن مشكلة الكهرباء تؤرق الجميع، وهي بحاجة إلى مشروع استراتيجي كبير، إن لم يكن على المغازي فلن يجدي نفعا، مضيفا إلى أن ما يحصل عليه من التنمية سيتم فيه توحيد الجهود لعمل مشروع استراتيجي لحضرموت، وستكون الأولوية للكهرباء. المشكلة الكهرباء هذه هي التي تؤرقنا جميعا، وهي بحاجة إلى مشروع استراتيجي كبير. المشروع هذا الاستراتيجي إن لم يكن على الغاز فلن يجدي نفعا، وموضوع الغاز هذا لا يوجد إلا في الهضبة حيث توجد الشركات، وهذا يريد خط ناقل إلى الساحل وخط ناقل إلى الوادي. إذا عقدنا العزم في الوقت الحاضر أننا نوجد التوربينات، فلابد نفكر في نقل الكهرباء. إذا سيكون هذا مشروع استراتيجي كبير، نسخر كل جهود وأمكانات محافظة حضرموت من أجله، ولهذا جمعنا المكتب التنفيذي في الوادي والساحل من أجل نقنعهم أن إمكانات التنمية لا يتم تجزئتها، خلافا عن خططهم أو موازناتهم المحلية والمركزية. يعني ما نحصل عليه من التنمية يجب أن توحد فيه الجهود لعمل مشروع استراتيجي لمحافظة حضرموت، وسيكون إن شاء الله الأولوية للكهرباء. وكان وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش قد أكد خلال الاجتماع المكتب التنفيذي بأن أبرز الاحتياجات الأساسية للمجتمع الذي يتطلب أن توليها السلطة المحلية في المحافظة أولوية في نشاطها القادم وإعطائها المزيد من الاهتمام هي معيشة الناس والكهرباء والأمن. وأشار بن حبريش إلى أن الحالة المعيشية الصعبة للمجتمع في حضرموت تستدعي تدخلا عاجلا سواء على المستوى المحلي أو التواصل مع المركز لإيجاد حلول تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الناس.
إضافة إلى انتشال أوضاع خدمات الكهرباء ودعم أجهزة الأمن وخاصة في الوادي والصحراء وإدارة مكافحة المخدرات في الساحل والوادي للقيام بدورهم وواجبهم على الوجه المطلوب في حماية المجتمع من الاستهداف المباشر من شرور المخدرات وتفشي بعض الظواهر السيئة للقيم وتقاليد مجتمعنا، داعيا إلى تفعيل العمل المؤسسي في الجوانب الإدارية وتحسين الأداء في الإدارات والمؤسسات التي ترتبط بمصالح وخدمات المواطنين. يترقب الشارع الحضرمي بجدية إلى مخرجات الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الذي غلب عليه التعارف بين المحافظ والمدراء والاستماع إلى تقارير بعض المرافق والاطلاع إلى أهم المشاكل التي تمس المواطن، آملين من المكتب التنفيذي النظر في الملفات التي تؤرق معيشتهم. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا اللواء البحسني يوجه قيادة المنطقة العسكرية الثانية برفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي إلى أعلى المستويات. وزير الدولة لملس يطلع على مشاريع السلطة المحلية بمديرية المعلة. القوات المسلحة الجنوبية تسيطر على معسكر حنيشان والاستخبارات العسكرية وتكشف ارتباط الإخوان بميليشيا الحوثي. الهلال الأحمر الإماراتي واصل توزيع مساعدات غذائية وإيوائية على أهالي محافظة حضرموت. أهلا بكم من جديد. أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ورئاسة مجلس الوزراء قرارات بشأن تعيين قيادات أمنية وعسكرية في شبوة، حيث صدر القرار رقم 25 لسنة 2022. قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن عادل بن علي هادي قائدا لمحور عتق وقائدا للواء 30 مدرع، وقرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 بشأن تعيين العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي مديراً عاماً لشرطة محافظة شبوة. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 26 قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد مهيم سعيد محمد ناصر قائداً لقوات الأمن الخاصة فرع محافظة شبوة، وقضت المادة الثانية من هذه القرارات العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ونشرات العسكرية. وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني قادة الألوية والشعب بالمنطقة الثانية برفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي إلى أعلى المستويات استعدادا لأي طارئ ولتثبيت الأمن والاستقرار. كما وجه البحسني خلال ترأسه اجتماعا لقيادات المنطقة العسكرية الثانية بتشكيل لجنة للتفتيش والمراقبة على سير العمل بالألوية والشعب والوحدات العسكرية والاطلاع على مستوى جاهزيتها وانضباطها، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتخاذلين في أداء مهامهم، منوها بأهمية الاجتماع استعدادا لتنفيذ أي مهام عسكرية على مستوى الوطن، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون صعبة وتتطلب بذل مزيد من الجهود للحفاظ على ما تحقق للمحافظة من أمن واستقرار. واستمع البحسني من الحاضرين إلى أبرز احتياجات المنطقة وأهمها انتظام صرف مرتبات منتسبيها. اطلع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس على المشاريع التي تنفذها السلطة المحلية في مديرية المعلة. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها المحافظ لملس إلى مديرية المعلة شملت الثانوية 14 من أكتوبر للبنات ومدرسة ريدان ومبنى المجلس المحلي للسلطة المحلية وأحياء في المديرية،
واستمع لمدس من مدير عام مديرية المعلى إلى شرح مفصل لمشاريع السلطة المحلية في مجالات التربية والتعليم والطرقات والصرف الصحي التي تنفذ حاليا، وأكد المشاريع المزعم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في المتنفسات العامة وقطاع الشباب والرياضة في إعادة تأهيل الملاعب الشعبية والبرامج التدريبية للشباب وفتيات المديرية بهدف تعزيز دورهم في المجتمع. بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقعت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن مع إتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اتفاقية شراكة وتعاون لتنفيذ مشروع دعم التعليم في البلاد. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي وتحسين ظروف التعلم وتعزيز قدرات قطاع التعليم من خلال تدخلات المشروع التي ستسهم في دعم خطة وزارة التربية في التقليل من نسبة تسرب الطلاب من المدارس وتوفير بيئة دراسية آمنة لهم. ويستهدف المشروع 23 مدرسة بإجمالي 11585 طالبا وطالبة مستفيد في محافظات عدن وحضرموت وحجة والمهرة. وستشمل هذه التدخلات إعادة تأهيل الفصول الدراسية المتضررة من الحرب والكوارث الطبيعية وتوفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية للأطفال. هذا المشروع الذي نتمنى أن نرى أثاره على الأرض، والذي حقيقة هو فخورة لأعمال ومشاريع قادمة بإذن الله تعزز هذه الشراكة. ومن هذا المقام نشكر أشقائنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية على دعمهم وجهدهم لنا ولشعبنا، وخاصة في القطاع التربوي والتعليم الذي يحتاج منا الكثير من الدعم، لأنه قطاع التربية والتعليم هو المجتمع وهو الذي يمثل الحياة والتعليم والمستقبل بإذن الله. ونحن في وزارة التربية والتعليم نحيي هذه الجهود ونقدرها ونسأل الله أن يوفقنا جميعا. قال مصدر أمني بمحافظة شبوة أن القوات الجنوبية تصدت لتعزيزات عسكرية تتبع اللواء 163 منشاة قادمة من مأرب لرفض قوات الإخوان المتمردة في عتق. وأضافت المصادر أن التصدي للتعزيزات القادمة من مأرب نتج عنه مقتل عدد من الجنود وأسر ثلاثة وفرار آخرين من القوات الإخوانية. وكان عدد من الأطباء قد أطلقوا نداء استغاثة خلال استهداف مستشفى هيئة شبوة من قبل قناصة فلول القوات الخاصة، أسفر عن استشهاد أحد مرافقي المرضى نتيجة رصاصة استقرت في الجهة اليسرى للصدر. وقال الأطباء أنهم لا يستطيعون تقديم الخدمات الطبية في هذه الظروف الأمنية الصعبة، مؤكدين أن الرصاص يصل إلى جميع أقسام المستشفى بما في ذلك العناية المركزة وغرف العمليات، مطالبين السلطات الأمنية بحماية المستشفى من الاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيات القوات الخاصة. تمكنت القوات المسلحة الجنوبية من السيطرة على معسكر حنيشان ومقر جهاز الاستخبارات العسكرية في السوق القديم بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. ونجحت القوات المسلحة في تكبيد ميليشيا الإخوان الإرهابية خسائر كبيرة أدت إلى إجبارها على الاستسلام وتسليم معسكر حنيشان ومقر جهاز الاستخبارات العسكرية فرع محافظة شبوة بعد محاصرتهما منذ فجر اليوم الثلاثاء. وعثرت القوات المسلحة الجنوبية على صور لضباط في اللواء الثاني مشاة جبلي التابع للإخوان لقوا مصرعهم أثناء مشاركتهم مع ميليشيا الحوثي في الحرب ضد قوات الشرعية، بالإضافة إلى شعارات تتعلق بميليشيات الحوثي. ويثبت كل ذلك حقيقة ارتباط وتنسيق ميليشيا الإخوان في محافظة شبوة مع ميليشيات الحوثي. اندلع حريق هائل في السوق المركزي للأسماك والخضار بمنطقة الشرج بمدينة المكلا، مخلفا أضرارا مادية كبيرة في عدد من المحال التابعة للمواطنين. ويأتي ذلك بعد اندلاع حريق آخر بالسوق المركزي للخضار بمنطقة جول مسحة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. هكذا هي الصورة التي التقطتها عدسة قناة المكلا
توضح مدى الخسائر المادية الكبيرة في عدد من المحال التجارية بالسوق المركزي للأسماك والخضار بمنطقة الشرج بمدينة المكلا بعد اندلاع حريق هائل بعد منتصف ليل الاثنين. الله يعلم يا أخي، آخرت الصباح بعد تشتغل جت المحلات كلها محروقة. أنا الله يعلم كلهم متضررين، هذول كلهم متضررين، سيمانهم تليات وكلها راح، معناه كلها راح. الحريق طال المحال التجارية التي تكسب منها بعض الأسر لقمة عيشها، جاء بعد أقل من 24 ساعة من اندلاع حريق آخر بالسوق المركزي للخضار بمنطقة جول مسحة. دون معرفة أسباب اندلاع الحريقين، وملاك المحال يناشدون بسرعة التدخل ومد يد العون لهم. احنا والله قبل الصباح شفناه كذا، لا اتصلوا لنا ولا كلمونا احنا ولا شيء، والمحل هذا الله العالم انه ثلاث أسر عايشين عليه، وكمان معنا أطفال صغار وعايشين على هذا. ثلاجة جديدة عاد احنا اشتريناها ما سلمنا قيمتها، كل السماء اللي داخل احترقت، دواب الغاز السماء حقي خسرتها، دواب الماء خسرتها، سبع محلات اللي راحوا، وأولتهم المحل اللي الضرر حقي زايد، كل حاجة قيدة قيمته والله عادي ما سلمتها 3 مليون علينا، عادة ما سلمت، غير حق الثلاجة، غير السماء اللي هي موجودة، غير حق عمي اللي موجودة، غير الدواب، غير البضاعة اللي نزلتها، ايش اسوي الراشن كله راح. مساعدة بغينا، أنا مع أمانة قدر معي عيالتين لقمة حقي هنا، لقمة حقي سبحان الله عز وجل، كراتين في كراتين حق إيش بيقولونه 8 كرتون وأربع كرتون حاله حق الكيسات بدخلنا سيمان حرقوا، الحمد لله بغيت تعويض. هذه الأحداث لم يتضح بعد ما إذا كانت بسبب إهمال من المسؤولين على الأسواق المركزية بحسب ما أفاد به المواطنون، أم أنها فوضى متراكمة انفجرت تزامنا مع القيادة الجديدة. ناقش محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر مع فريق من برنامج الأغذية العالمي وممثلين عن إتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية سير مشروع الأمن الغذائي ومشاريع تحسين سبل العيش المستقبلية. وأشاد محافظ المهرة بالجهود التي يبذلها البرنامج وإتلاف الخير عبر مشروع الأمن الغذائي الذي يستهدف أكثر من 6000 أسرة بالمحافظة، مؤكدا على حاجة المهرة للمزيد من تدخلات المنظمات الإغاثية بسبب استقبالها للنازحين من مختلف مناطق البلاد. واستمع محافظ المهرة من مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي محور المكلا السيدة ماريا إلى شرح حول تدخلات المنظمة بالمحافظة وسير توزيع المساعدات الغذائية ومدى تأثر الأسر المستفيدة، لافتة إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع السلطة المحلية والاطلاع على عمل الشريك المنفذ إتلاف الخير. واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر في محافظة حضرموت في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأوضاع الإنسانية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث وزعت الهيئة خلال شهر يوليو الماضي 1240 سلة غذائية في حي العمال بالمكلا ومخيم هينم وكروشم بمديرية الريدة وقصيعر ومنطقة غيل عمر، وعلى ذوي الهمم ومرضى السرطان والأيتام بمديرية ساه استفاد منها 6200 فردا. إلى ذلك سيرت هيئة الهلال الأحمر قافلة مساعدات غذائية وإيوائية على عدد من القرى الريفية بمديرية ديس الشرقية بحضرموت، تضمنت توزيع 27 سلة غذائية و11 خيمة على البدو الرحل في منطقة العبالة بوادي ضبة إحدى قرى المديرية. وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمهم من مساعدات في مختلف المجالات عبر ذراعه الإنساني هيئة الهلال الأحمر. نقدم بالشكر الجزيل للهلال الأحمر الإماراتي على دعمه وسخائه في تنفيذ مثل هذه المبادرات عملاقة من شأنها أن تساهم في سد الثغرات التي نتجت عن الحرب. صراحة الهلال الأحمر الإماراتي يعني ما يقصرون، دائما يقدمون المساعدة ويد العون للي يحتاجون، فما بالك ذوي الهمم اللي هم أشد حاجة لهذا الدعم. نظمت الإدارة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية غيل باوزير حلقة نقاش بوارية حول مقررات الدورة الخامسة للجمعية الوطنية، وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية على أهمية أن تؤدي الهيكلة مرتقبة في هيئة المجلس دورا أساسيا في تحسين الأداء التنظيمي والمؤسسي بما يعزز تمكين المجلس من تحقيق أهدافه. وناقشت الحلقة وثائق ومقررات الدورة الخامسة للجمعية الوطنية
مع المشاركين البالغ عددهم 30 مشاركا ومشاركة من الهيئات القيادية للمجلس الانتقالي بمديرية غيل باوزير. دشن بمدينة سيئون بوادي وصحراء حضرموت امتحانات القبول للزمالة اليمنية والماجستير المهني للعام الدراسي الأول 2022 و23، وبلغ إجمالي المتقدمين لإجراء العملية الامتحانية 34 طبيب وطبيبة موزعين على 5 مساقات في طب النساء والتوليد وطب الأطفال والجراحة العامة وكذا طب الباطنة العامة والعناية المركزة والتخدير. وأشارت السلطة المحلية بوادي حضرموت خلال التدشين بأنها أولت القطاع الصحي اهتماما كبيرا في البنية التحتية لهدف توفير بيئة تعليمية وتوفير الأجهزة الطبية بالتوازي مع الكادر الطبي. أعلن مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي أن فرق المشروع نزعت منذ المشروع ولغاية الآن أكثر من 353 ألف لغم وذخيرة غير مفجرة وعبوة ناسفة. وأضاف القصيبي في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي أن الفرق الميدانية نزعت حتى الآن أكثر من 210 ذخيرة غير مفجرة وأكثر من 7000 عبوة ناسفة وأكثر من 130 لغم مضاد للدبابات وحوالي 5500 لغم مضاد للأفراد، مشيرا إلى أن فرق مسام تمكنت حتى الآن من تطهير أكثر من 36 مليون و700 متر مربع من الأراضي في اليمن كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المفجرة وفقا للبيان. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اللواء البحسني يوجه قيادة المنطقة العسكرية الثانية برفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي إلى أعلى المستويات. وزير الدولة لملس يطلع على مشاريع السلطة المحلية بمديرية المعلى. القوات المسلحة الجنوبية تسيطر على معسكر حنيشان والاستخبارات العسكرية وتكشف ارتباط الإخوان بميليشيا الحوثي. الهلال الأحمر الإماراتي واصل توزيع مساعدات غذائية وإيوائية على أهالي محافظة حضرموت. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.